اليوم انتم كتعرفوا اليوم هاد الحراك التعليمي اللي تعرفوا بلادنا كامله تعرفوا كيعرفوا المغرب كامل مجموعه من المسيرات مجموعه من الانزالات على المستوى الوطني اليوم الاساتذه مازال في الشارع يطالبون باسقاط هذا النظام التراجعي الدستوري. للاسف اليوم كاين واحد الصمت غير مفهوم من الحكومه ومن الوزير الواسع القطاع. كنعتقد انه هاد الناس ما تيعرفوش المصلحه ديال التلميذ، ما كيعرفوش مصلحه المدرسه العموميه، وداك الشيء اللي باغيين يوصلوا ليه انهم اليوم راه كيسطروا ليه هو انه تسليع المدرسه العموميه وبيع المدرسه العموميه وتشجيع القطاع الخاص. حنا هنا خارجين باش نقولوا لهم لا للنظام المآسي، لا لبيع المدرسه العموميه، لا لبيع الوظيفه العموميه. حنا اليوم اساتذه ولاد الشعب خريجي المدرسه العموميه اليوم كيحتجوا من اجل المدرسه العموميه ومن اجل التلميذ اولا، عاد اننا كنحتجوا من اجل اسقاط النظام الاساسي المشؤوم. اذا اليوم مجموعه من الامور تحدد الاساتذه، منها الاشاعات اللي كتقول ان الاساتذه يطالبون بالزياده في الاجور. نعم نطالب بالزياده في الاجور، وهادشي كنا كنطالبوا به سنوات وسنوات وحنا صابرين، لكن اليوم المطلب الوحيد ديالنا واللي تيعرفوه الراي العام هو اسقاط هذا النظام الاساسي المجحف، واللي جا مجموعه من الامور التي تضرب الاستاذ للاسف. المجموعه من القضايا الفئويه لم يحسمها هذا النظام الاساسي، منها التعاقد اللي مازال الاساس الذين فرض عليهم التعاقد ما تمشوش في الوظيفه العموميه، مجموعه من الملفات اخرى كالمقصيين، كذلك الدكاتره. اليوم الدكاتره ديال القطاع باقي كيشدوا 5000 درهم، وهذا راه عيب وحيف في حق هاد الفئه ومجموعه من الفئات الاخرى. اذا اليوم نحن نحمل المسؤوليه للوزير، نحمل المسؤوليه للحكومه في هذا الهدر الزمني المدرسي. اليوم 9 الملايين ديال الاولاد المغاربه في الشارع في الزنقه، اليوم هناك انقسام، اليوم المسؤولين كيقسموا ما بين وليدات المغاربه. اليوم اولاد المرفحين راه تيقراو استاذي من خلال هذه المحطه، خلال الايام ديال هذه المحطه النضاليه ما كانش استجابه من طرف الوزاره والحكومه. حنا انا قلت لك اليوم كاين واحد الصمت اللي ما فهمناش، اليوم ما كاينش واحد التجاوب. اليوم الوزير يدعو الى الحوار، ولا رئيس الحكومه يدعو الى الحوار، النقابات ترفض الحوار. هذه لعبه من الالاعيب ديالهم. الحوار دام سنتين وخرج بدون نتائج، خرجنا نظام اساسي اعرج. اليوم حنا باغيين الحل، والحل باش يرجعوا الاساتذه للمكان ديالهم الاصلي اللي هو المدرسه، ويرجعوا التلاميذ للمكان الاصلي ديالهم اللي هو القسم. الحل هو اسقاط هذا النظام المشؤوم، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير اسقاط النظام الاساتذه. اليوم استفزازات ديال الاغلبيه الحكوميه هذا خلاتهم يعاودوا يصمدوا في النضالات ديالهم. واليوم انتم كتشوفوا المسيره والمسيرات على المستوى الوطني اللي ناجحه، وتشوفوا الاضرابات اللي تجاوزت 90% من اجل الرد على الاغلبيه الحكوميه اليوم اللي كتخرج بتصريحات مستفزه للشغيله التعليميه. ربما الورقه التي تلعب بها الحكومه هي ورقه الاقتطاعات. اليوم الاساتذه ما تيخلعوهمش الاقتطاعات، رغم ان هذه الاقتطاعات غير قانونيه وغير دستوريه. قانون الاضراب هو نص عليه الدستور ديال 2011، هو حق لكل المغاربه، ولكن باش تقطع الاساتذه هذا غير قانوني وغير دستوري، لان القانون التنظيمي مازال ما نزلش ديال الاضراب. اذا نحن نحمل المسؤوليه للحكومه الهدر الزمني المدرسي، نحملهم ما ستؤول اليه الاوضاع، نحملهم على ان السنه البيضاء البوادر ديالها هي بدات. اليوم راه ديسمبر غيدخل، باقي الاساتذه التلاميذ ما قراوش ولا درس. كنحملهم هذه المسؤوليه ديال 9 الملايين ديال الاولاد المغاربه، وكون كانت حكومه انها تحترم نفسها ونقدموا الاستقاله ديالهم هاد الناس، ولكن للاسف حاكرين ولاد الشعب. وحنا هنايا باش نقولوا لا للحقره، وباش ندافعوا على ولاد الشعب، وباش ندافعوا على المدرسه والوظيفه العموميه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.